الكونسيبت بتطير العقل. يعني ما له اختياره بس من برا. من برا كيف يعني؟ من يعني هي صحيح عمرها كبير يعني بحيطان 70 بس لسه مثل الصبايا، صبية اكثر مني ومنكم. العيوز متصابيه؟ لا مو قصدي انها متصابيه، بس روحها بتحسي روحها روح شباب. بتعرفي سموحه؟ والله شحيتيني اتعرف عليها. ايه وانا كمان سموحه، هيك كاركتر بيساعدني كثير لاكتب شيء كثير حلو. ها ما تكوني عم تفكري تكتبي مسلسل عنا؟ ايه وليش لا حبيبتي، ومش بعيده انت تلعبي الدور. والله شو نريمان خان، وما تكوني مفكرتيني صرت بحيطان 70. ليش حبيبتي مش سمعانه بشيء اسمه ميك اب؟ لا والله. يا سلام، انت بالذات اللي تكلمين على الميك اب. والله شو يعني بدك تكبريني مشان الدور؟ معقوله انا اخذ دور وحده عمرها 70 سنه؟ اي صح لك حبيبتي، انا الحق علي عم امل لك فرص. طولوا بالكم طولوا بالكم، معقوله عم تتخانقوا على دور لسه ما انكتب؟ هلا انت عم تامني لي فرص؟ ما تكوني مفكره حالك انه قاتله حالي على هيك دور. حبيبتي معك 5 ثواني لتعتذري مني. والله انا ما غلطت اعتذر منك. باقي ثانيتين خلص خلص الوقت. كرمالي مدتي لها المده لبكره. نيفر ايفر حبيبتي. ايه ما رح اعتذر لو مدتي لي المهله لبكره. ها شفتوا بعيونكم شفتوا؟ ميدي حبيبتي هدي لي اعصابك شوي، القصه مو مستاهله، والله سوء تفاهم بسيط. حبيبتي هذا مو سوء تفاهم، هذا سوء تفكير، قصر نظر، غباء تاريخي. هنزلكم. سبوحة جيت أنا وميديا على دبي لحتى نلاقي شغل، كل واحدة باختصاصها. وفكرنا أن الأمور رح تكون كتير سهلة، بس استنتجت أنه رح نتعذب كتير لحتى نلاقي شغل يعزز مستقبلنا أنا وهي، وبصراحة تعبت كتير. يا حبيبتي لازم الإنسان طالما هو عايش لازم يتعب علشان يحقق طموحه. الشاعر يقول وما نيل المطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلابة. أنا أدري ما ألومكم، الغربة وايد صعبة، وبعدين مدينة مثل دبي مدينة كبيرة ولكل الجنسيات مثل ما أنت شايفة، يعني التنافس فيها كثير، بس الشاطر اللي يقدر يشق طريقه بالصبر. بس أنا صبرت كثير. يا حليلك يا سموحة، اللي يسمعك يقول عمرك 70 سنة، تو الناس يا ماما المشوار قدامك وايد طويل. طب شو بدي أعمل لحتى أقصر شوي الطريق؟ شوفيني أنا نموذج قدامك، أنا ما حققت أحلامي كلها، إلى الآن أنا متفائلة، طالما أنا عايشة راح أظل أتفائل أني أحقق أحلامي. قولي ليش؟ ليش؟ لأن الأحلام وجدت لتتحقق. سميحة لازم تتغلبين على هالصعاب وتخلينها قدامك تجارب تستفيدين منها عشان تقويك وتحققين حلمك. أنا كتير حبيت حكياتك. ماشي زين قومي، أنا ودي أحقق حلم واحد من أحلام المرأة. شو هو؟ تسوق. قومي قومي. نانا لا تزعلي مني، بس انت غلطانه. هلا كلكم صرتوا ضدي؟ مين كلنا؟ ليان قالت لي نفس الحكي. طب شو معناته هاد؟ انا ما غلطت، كل قصدي كان اعطيها دور عمره. هلا دور عمره؟ دور وحده عمره 70 سنه؟ 73 سنه. بعدين ما تنسي هيدا الدور بده ممثله قويه. طيب ما اختلفنا، بس ميديا لهلا ما اخذت دور وحده بعمره. هلا من الاخر شو بدك يعني؟ بدي اياك تعتذري منها. ما راح اعتذر. لا بدك تعتذري منها. ليكي انا هلا بدي انزل وطلعها على السوق، بتكوني غيرتي رايك وحسمتي امرك، فهمتي؟ ما راح اعتذر. لا بدك تعتذري. ما راح اعتذر. اخر كلمه ها. وما راح اعتذر ها. هذا اللي صار معي، بقى شو رايك انت؟ شو؟ يعني الحق علي وانا لازم اعتذر؟ طيب اوكي. هلا برجع بحكيك بعدين، يلا باي. ما راح اعتذر ما راح اعتذر وما راح اعتذر. ها شو رايك استاذ روجي؟ استاذ روجي؟ نعم. شو رايك؟ انسي نارا. نانا. نانا نانا انا شو قلت؟ نارا. نارا عفوا اعذريني شوي، هيك شويه مشاغل براسي. انت بتثقي برايي شيء؟ طبعا انا اللي بوثق برايك. انت غلطانه. انا؟ طبعا انت. هلا نظريا انت ما كان قصدك تجرحيها لميديا، بالعكس انت كنتي حابه تساعديها. طبعا. اها عم اقول لك، بس عمليا انت مشيتي بعكس الاتجاه. كيف يعني؟ راح اشرح لك كيف يعني. يا انسي نانا، بالنسبه للنجمات والستارز عاده بحبوا يلعبوا دور اصغر من عمره، سبحان الله بحبوا يصغروا حالهم. هلا بالنسبه لميجيا ميرنا ميديا نعم ميديا
ممكن تقتنع بكلامك بس مو هلا نوب. اي متى لكن؟ بعد شي 10 20 30 40 سنه مثلا. يعني اذا عرضت علي هذا الكاركتير بعد 40 سنه بتقبل؟ ميبي يس ميبي اي ميبي اكيد شور تتشكرك كمان. طيب شو بنعمل هلا؟ اعملي شاي. انت بتثقي برأي شي؟ يا استاذ روجي ما بتعرف انت قديش انا بوثق برأيك. اعتذري منا. طيب انه اذا انت لقيت انه لازم اعتذر انا رح اعتذر. طيب اوكي خلينا هلا نحكي بالبزنس. اي بزنس؟ انت مو على اساس عم تكتبي مسلسل لصباح؟ مين هاد بده يخرجه؟ اي اكيد انت بدك تعمل له الاخراج بس بدك تنطر شوي لانه اجلته بعد 40 سنه. حلو 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 كثير. خدي بوزيشن بليز لهون شوي. ايوه عم امزح معك مشان شوف هالابتسامه الحلوه. ميديا صدقيني انا بحبك وعندي هيك بالدنيا. وهديك المره لما حكيتك ما كان قصدي اجرحك. ميديا ليش ساكته؟ بشرفك ولو احكي لك شي كلمه. يا اختي سبيني. معك حق تاخذي مني هيك موقف. لك يا ريت انقطع لساني قبل ما احكيكي هيك حكي. انا اوقات مثل الهبله مدري شو بحكي. سوري ميدو. سوري على شو؟ على الحكي اللي قلت لك يا الصبح. اي حكي؟ لك شو بك ميدو؟ نسيتي شو صار بيناتنا الصبح؟ نانا فينك تذكريني؟ لما اقترحت عليك تلعبي دور وحدة مثل صباح وانت زعلتي. انا اسفة نانا عن جد ما كان قصدي. انت اسفة؟ على شو؟ بصراحة انا كتير تسرعت يوم الصبح لما حكيت هذا الحكي. انا شرف كبير بالنسبة لإلي اعمل دور لشخصية مثل صباح. لك هاي ست مقدرة ولازم تكون قدوة لإلنا كلياتنا. عن جد عم تحكي؟ طبعا نانا ارجوك سامحيني. خلص سمحتك بس اخر مرة. يا حبيبة قلبي قديش قلبك طيب وقديش انا شريرة.